لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية المختص بشأن الفلسطيني صلاح الدين العبودة. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بك. ما هي دوافع الإضراب عن الطعام الذي بدأه اليوم الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الصهيوني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، الأسباب الأساسية لهذا الإضراب هو عدة مطالب حياتية حيوية للأسرى تتعلق بزيارات ذويهم، يعني أو السماح لأهلهم بزيارتهم في السجون، والسماح لهم بالاتصال تليفونيا من خلال إدارة السجون بذويهم، خصوصا لمن يمنعون من الزيارة، لأن الزيارة كانت في الأساس مقصورة على الأقارب من الدرجة الأولى، ويمنع كثير من أهالي الأسرى لأسباب أمنية وأسباب مختلفة من زيارة أبنائهم. ولذلك طلب الأسرى وطالبوا خلال السنوات الماضية بالسماح لهم باتصال تليفوني من خلال إدارة السجون مع أهلهم، ولكن دائما إدارة السجون تمنع ذلك. وعلى هذا الأساس قام الأسرى بتهريب وسائل اتصال مثل الهواتف النقالة، وأعلنت إدارة السجون عليهم حربا بسبب هذه الأجهزة، وكان آخرها تركيب أجهزة تشويش أو أجهزة تقطع الإشارة في أقسام السجون. وهذه الأجهزة ثبت علميا لدى مصلحة السجون ولدى الكيان الصهيوني بأنها مسرطنة، وأن وجودها في أقسام السجن لفترة طويلة بشكل مؤكد تؤدي للسرطان، وذلك دفع إدارة السجون للقول بأنها ستضع هذه الأجهزة لمدة شهرين فقط ثم تزيلها حتى لا يكون هناك سرطان. لكن رفض الأسرى أن يكونوا حقل تجارب، وواجهوا هذه الأجهزة بكل ما لديهم من قوة، سواء بالرفض الجسدي والاعتراض وحتى الامتناع عن الطعام، وبعضهم حتى هاجم بعض السجانين وضربهم، وحصلت اشتباكات عنيفة بين الأسرى والسجانين في محاولات السجانين لفرض هذه الأجهزة عليهم، لأنهم تعاملوا مع الموضوع على أنه تهديد لحياتهم وليس أي شيء آخر. في هذا السياق أستاذ صلاح، ما مدى أهمية هذه الوسائل كالإضراب عن الطعام في تحقيق المطالب المرجوة؟ وتاريخيا الأسرى الفلسطينيون يلجؤون كوسيلة أخيرة للإضراب عن الطعام عندما تتهدد حياتهم، ويكون هناك يعني أشياء عندهم لا يستطيعون التعايش معها، مثل وجودهم في العزل ومنع زياراتهم من ذويهم، وأشياء يعني لا يستطيعون التعايش معها يوميا، فيفضلون الذهاب إلى الإضراب عن الطعام كخيار أخير، فيه مواجهة حقيقية للموت، وإن لم يكن موت ففيه آثار صحية سلبية كثيرة عليهم، ولكنها الوسيلة الوحيدة أو السلاح الأخير الذي يمكن أن يستخدموه ضد مصلحة السجون، وقد أثبت نجاعته في السنوات الماضية. وبدون إضراب عن الطعام ما كان الأسرى ليحصلوا على حقهم بزيارة أهلهم، ولا بأي حق من حقوقهم حتى في إدخال الملابس والحصول على أصناف طعام مثلهم مثل باقي البشر. بتزامن مع اتفاق كل الفصائل الفلسطينية على تنفيذ إضراب الطعام هذا، وانطلاقا من قضية الأسرى التي تجمع الكل، ما مدى نجاح هذه الخطوة في توحيد الصف الفلسطيني؟ للأسف لا أستطيع أن أكون متفائلا من ناحية التوحيد، لأنه في السنوات الأخيرة لم تكن الإضرابات محط إجماع لا لدى الأسرى ولا لدى الشارع الفلسطيني في الخارج. فهناك أسرى من حركة فتح تحديدا في السجون لم ينضموا إلى أكثر من إضراب في السنوات الأخيرة، وهذا أضعف الجبهة الداخلية لدى الأسرى، وأيضا شق الصف الفلسطيني خارج السجون بحيث لم يكن كل الشارع الفلسطيني متضامن مع الأسرى. وبينما قبل يعني انتفاضة الأقصى أو حتى انتفاضة الأقصى كان الشارع الفلسطيني في كل أماكن تواجده يتضامن مع الأسرى، وكانت الضفة الغربية تحديدا هي الضاغط على إدارة السجون في فترات الإضراب، بحيث تجبر إدارة السجون وتجبر حكومة الاحتلال على الخضوع لمطالب الأسرى. لكن في السنوات الأخيرة وفي الإضرابات الأخيرة هذا الانقسام وهذا الوضع الفلسطيني أثر على إمكانية تحقيق مطالب الأسرى، وفعلا الإضرابات الماضية لم تكن
كما أراد الأسرى، ولم يحققوا كل ما أرادوا منها، أم أنهم حققوا منها إنجازات. وهذه المرة أيضا يمكن أن يوقفوا الهجمة ويمكن أن يخففوا من أضرار، لكن أيضا الانقسام الفلسطيني يلعب دور مهم جدا في إمكانية تحقيق ما يريدون بشكل كامل. بالعودة للأوضاع الميدانية وفي ظل استهداف مدرسة في الخليل هذا الصباح، ما الرابط بين هذه الانتهاكات والتصريحات الأخيرة لنتنياهو حول ضم أجزاء من الضفة بعد الانتخابات؟ هو اللاعب الآن أو العامل المهم في تصريحات هو عامل الانتخابات. يريد نتنياهو أن يسمع اليمين، الجمهور اليميني، ومن المعلوم أن الجمهور الصهيوني اتجه نحو اليمين في السنوات الأخيرة بشكل كبير، وأنه لا يستطيع أن يفوز بالانتخابات إلا من يخاطب هذا الجمهور ويداعب عواطفه ويتبنى برنامجه، وبالتالي يتحدث نتنياهو عن ضم الضفة الغربية أو ضم أجزاء منها، ويتحدث عن عدم إخلاء أي مستوطن واحد والاعتداء على المستوطنين في الضفة الغربية في هذا الإطار. الآن لا يستطيع كونه أيضا وزيرا للدفاع، لا يستطيع إلا أن يكون متوحشا في تصرفاته مع المستوطنين في الضفة الغربية حتى يقنع الجمهور اليميني بأنه هو رجلهم وهو المرشح الذي يمكن أن يراهنوا عليه لمنع تقسيم القدس ولمنع تقسيم الضفة الغربية ولمنع إخلاء المستوطنين. هذه الشعارات التي تهم الجمهور الصهيوني، الجمهور اليميني بطبعه، وبالتالي يطلقها نتنياهو، وهذه ترى إنجازات أو إجراءات على الأرض. حتى الإجراءات الأقصى، هذه الأجهزة القاتلة التي يريدون تركيبها في السجون هي تداعب عواطف اليمين، وأعلن عنها وزير الأمن الداخلي لأنه من الليكود من اليمين من حزب نتنياهو، أعلن عنها قبيل الحملة الانتخابية بهدف انتخابي. فالمعركة في السجون الآن هي معركة انتخابية بامتياز وتخضع للمزايدات. اليوم مثلا وزير التربية والتعليم نفتالي بنت زعيم حزب البيت اليمين الجديد في إسرائيل يتهم نتنياهو بأنه يخضع لمطالب الأسرى ويخضع لمطالب الثمار في موضوع إضراب الأسرى، وتتعالى أقوات اليمين محرضة على الأسرى، وبالتالي الموضوع خاضع للانتخابات. الآن أي حدث سياسي في إسرائيل أو أمني يخضع بشكل كبير للانتخابات. شكرا جزيلا لك المختص بالشأن الفلسطيني صلاح الدين العواودة، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.